بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير: قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سر ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه لهم، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع عليه على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. هذه المسألة مسألة المعية، لا تقتضي حلولا ولا اتحادا، بل تقتضي نفي ذلك. يعني أن المعية لا يفهم منها إلا البينونة، أنه عز وجل بائن من خلقه. فأنت إذا قلت لغيرك أنا معك، دليل على وجود ذاتين منفصلتين، وليس أن معنى ذلك أنهما متحدتين، وإلا فأنتما شيء واحد. أنت تقول أنا مع فلان، ولا تقول أنا مع نفسي. وذلك أن ذاتك ونفسك هي منك أو هي أنت. وكذلك لا تقول مثلا أنا مع يعني دمي مثلا الذي يجري في عروقي الذي يحل في أجزاء الجسم، أو أنا مع الهواء الذي أتنفسه، هذا لا يقوله عاقل في الحقيقة. وقد يقال مثل ذلك إذا كان الإنسان يقصد الانفراد فقط، يقول أنا مع روحي يعني مع نفسي يعني لست مع أحد، فهو في الحقيقة نفي للمعية. فأما مع المعية فهي تقتضي
تقتضي البينونة. لماذا قالوا معية علم؟ ولذلك قال ابن كثير بل وسمع ووصل أيضا، نقول وقدرة وحضور، هو عز وجل ليس بغائب. لذلك معنى المعية أعم من معنى العلم والسمع والبصر، لكن قالوا معية علم لكي يميزوا بينها وبين معية النصرة، ولكي يصونوها عن الظنون الكاذبة. يعني هناك معية نصرة مثل قوله عز وجل وأن الله مع المؤمنين، يبقى لابد أن وهذه معية خاصة بأهل الإيمان. أما معية الإحاطة والعلم والقدرة والسمع والبصر فهي عامة لكل المخلوقين مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. ثم قالوا معية علم كما ذكره ابن كثير إجماعا من أجل صون ذلك عن الظنون الكاذبة، كما أن قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله للجارية أين الله قالت في السماء، قال ومن أنا قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لابد أن يصان هذا القول عن الظنون الكاذبة، مثل أنه تقله السماء أو تظله تحيط به، أن في السماء الظنون الكاذبة أنه حل في المخلوق المكان المخلوق، ولكن في السماء بمعنى في العلو، وأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، أو في السماء بمعنى فوق السماء. لذلك نقول قالوا معية علم ليصونوه عن الظنون الكاذبة التي قد يتصورها البعض مما لا يقتضيه اللفظ ولا يدل عليه، مثل مثل معنى الحلول أنه رابعهم أنه يحل فيهم أو في المكان الذي هم فيه، فإن الله بائن من خلقه لا يحل فيه مخلوقاته. ولكن لا شك أن معنى المعية أعم من معنى العلم، أو بينهما عموم وخصوص، فقد يعلم الإنسان أشياء وهو ليس حاضرا. هذا يعني أنا أقصد في مقتضى اللغة العربية، أنا أعلم أن بيتنا مثلا في المكان الفلاني، ولست مع البيت، لست في البيت الآن ولست حاضرا بجواره مثلا، وقد أعلم أشياء عن يعني ما يخصني ولست مع من يعني كان كذلك. وقد أكون معهم ولا أعلم، هذا في حق الإنسان، قد أكون حاضرا وذهني مثلا مشتت. لذلك معنى المعية بينه وبين العلم عموم وخصوص، أعم من جهة وأخص من جهة. لذلك الصحيح أن تثبت معية على ما يليق بجلال الله وعظمته، وعلى ظاهر حقيقتها من البينونة التي تنافي الحلول والاتحاد. وهذا الذي فر منه من فر حين قال، حين فسر المعية بالعلم، لكن كما ذكر ابن كثير والسمع والبصر أيضا. وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى، فمن قال معهم معية حقيقية لا يستنكر عليه ذلك، فإن المعية الحقيقية، معية العلم الحقيقية، معية السمع والبصر الحقيقية، أي بمعنى أنها حق، وهي حق فعلا لا شك في ذلك، وقد قال الله في كتابه وهو معهم أينما كانوا. فلهذا لا يستنكر عليه ذلك ولا يقال هو يقول بخلاف عقيدة أهل السنة، بل هي معية حقيقية لكن تصان عن الظنون الكاذبة. معية النصرة دليلها غير هذا الدليل، مع
معية النصرة والتأييد والحفظ والتوفيق. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة لموسى وهارون، وهو مع الكل يسمع ويرى سبحانه وتعالى. ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، هذا في رده على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان، نعوذ بالله. قال ابن جرير رحمه الله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يقول تعالى ذكره إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده، وذلك هو المحادة لله ولرسوله. المحادة أن يكون خلافه ما حد الله. أما قتادة فإنه كان يقول في ذلك إن الذين يحادون الله ورسوله يقول يعادون الله ورسوله. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، إنه يعني غيظوا وأخذوا كما غيظ الذين من قبلهم من الأمم الذين حادوا الله ورسوله. وخذوا عن قتادة قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، خذوا كما خزي الذين من قبلهم. كان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول معنى كبتوا أهلكوا، وقال آخر منهم يقول معناه غيظوا وأخذوا يوم الخندق كما كبت الذين من قبلهم، يريد من قاتل الأنبياء من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، يقول قد أنزلنا دلالات مفصلات وعلامات محكمات تدل على حقائق حدود الله. وللكافرين عذاب مهين، يقول تعالى ذكره ولجاحدي تلك الآيات البينات التي أنزلناها على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنكريها عذاب يوم القيامة مهين، يعني مذل في جهنم يوم أبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. يقول تعالى ذكره وللكافرين عذاب مهين في يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم لموقف القيامة فينبئهم الله بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه، الله على كل شيء شهيد. يقول والله جل ثناؤه على كل شيء عملوه وغير ذلك من أمر خلقه شهيد، يعني شاهد يعلمه ويحيط به فلا يعزب عنه شيء منه. قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من شيء ولا يخفى عليه صغيره ذلك وكبيره. يقول جل ثناؤه فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم ربهم. ثم وصف جل ثناؤه قربه من عباده وسماعه ندواهم وما يكتمون الناس ما يكتمونه الناس من أحاديثهم فيتحدثون سرا بينهم. فقال ما يكون من نجوى ثلاثة من خلقه إلا هو رابعهم يسمع سرهم ونجواهم ولا يخفى عليه شيء من أسرارهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم.
يقول: ولا يكون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم كذلك، ولا أدنى من ذلك يقول: ولا أقل من ثلاثة ولا أكثر من خمسة إلا هو معهم إذ تناجوا أينما كانوا. يقول: في أي موضع ومكان كانوا. وعنى بقوله هو رابعهم بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. عن الضحاك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلى قوله إلا هو معهم، قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول: يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم بما عملوا من عمل مما يحبه أو يسخطه يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول: إن الله بنجواهم وأسرارهم وسرائر أعمالهم وغير ذلك من أمورهم وأمور عباده عليم. قرأت قراء الأمصار ما يكون من نجوى بالياء. خلا أبي جعفر القارئ فإنه قرأ ما تكون من نجوى، ما تكون من نجوى، ولياؤه هي الصواب في ذلك لإجماع الحجة عليها ولصحتها في العربية. في قوله عز وجل رابعهم وسادسهم استنبط منه بعض المتأخرين من أسماء الله رابع ثلاثة وسادس خمسة، وهو من يعني أسوأ الاستنباط، فإنه رغم أنه ورد بصيغة الاسم رابعهم وخامسهم وليس بصيغة الفعل الذي يحتاج إلى اشتقاق، فإن إطلاق ذلك رابع ثلاثة وسادس خمسة يوهم معاني النقص. لذلك العبرة ليست في قضية أنه اشتق أو لم يشتق، فهذا ورد بلفظ الاسم وليس من أسماء الله، وإنما من أراد أن يعني يتعبد لله في دعائه بذلك فيقول: يا ربي ما أنت رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم. هذا الذي يمكن أن يقال، لابد أن يذكر في السياق الذي يدل على المعنى المقصود، وليس أن يقول رابع ثلاثة وسادس خمسة، نعوذ بالله من ذلك. إذن العبرة ليست بأنه اشتق أم لا، ولكن العبرة بالسياق، رغم أن هذا ورد بصيغة الاسم إلا أنه لا يصح إطلاقه، وإنما يقال سادس كل خمسة في نجواهم ورابع كل ثلاثة في سرهم ونحو ذلك. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.